نعود إليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. معكم غدا شبيلي وربيعة دعوق من أمام منزل الوزير العدل أونري خوري في الحازمية، حيث تستمر المفاوضات لدخول في محاولة لدخول 5 أشخاص من الأهالي. اليوم هناك غضب كبير من قبل الاهالي بعد تعيين قاضي رديف للقاضي طارق البيطار. يعني بعدنا معكم على الهواء. تمكنت المفاوضات من ارجاع المعارضين والثوار اللي حضروا الى هون. مزيد من عناصر امن الدوله عم توصل. خيرجه هاي صحافي، كله صحافي. بعد المفاوضات مستمرة. خلينا نقرب نحط المايك. لعنده ما بتفلتي، بس بده يعرف بده يتراجع عن القرار اللي هو بيعمله، بس تفك عن التشكيلات القضائية، غير هيك ما في، وإن كان الجري لإلها تحت على العدلية بكرة. امشوا. يلا 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 امشوا. ريما ما بنفوت لجوا، ليش بدي فوت لجوا وبيبيعني حكيم؟ شو بدي بيعني حكيم؟ ليش ما بيبيعني حكيم؟ بيين هلا صار وقت يطلع مثل ما كان عم بيقول لنا بدنا نفوت يحكينا، يطلع هو يخبر الاعلام انه عم يتراجعوا عن القرار. هيدا الكلام المضبوط. يطلع اليوم الاعلان يقول انه انا بتراجع عن القرار. ريما بأيدي الأثناء هناك تصريح لوزير العدل بيقول فيه انه هو مش مسؤول عن ما حصل، وبيقول كمان انه يا عيب الشوم على هيك حركات، ومين قرب صوب القاضي طارق البيطار. هيدا كلام بهيدي الاثناء للوزير. شو بتقول؟ هو عمل كتاب وتسمى بالاعلام انه هيدا قاضي رديف، وهيدي الكلمه اخترعوها، هيدي الكلمه مش موجوده. هو عم بيطلعوا قاضي جديد ليشيلوا القاضي البيطار ولحتى يغطوا، بس هن كل همهم يطلعوا الموقوفين، بس يطلعوا الموقوفين ما بيصير عندهم ضغط بقضيتنا، وانسى قضيتنا ساعتها. نحن عم نقول لهم اتصرف بالقانون، ما هوش انت منك شايفني، انا عم اقول لك تصرفوا بالقانون، اعملوا التشكيلات القضائيه لحتى ينظروا بطلبات الرد، لحتى القاضي يكفي القضيه لهون وبس. هو عم بيقول انه عم بيساعد بالملف، ملف مرفق بيروت، ومش وما في تدخلات سياسيه بهذا. ايه مزبوط مزبوط. المساعدات اللي عم يعملها مش عم يعمل للضحايا، هو عم يعطي للموقوفين، عم يعطي بس لانه هو زلمه اسلام الدوله، وعيب عليهم بقى. هلا شو رح يصير ريما؟ يعني اكثر من ساعه وعم بتفاوضوا للدخول، هيسمح لكم لازم هو يتراجع عن اللي عمله. بس كلمه رح تفوت، رح يفوت معنا تي في، رح يفوت معنا تي في، بس مش شرط انه ينزل الشباب. ما بدنا ما بدنا ما بدنا. فاذا يصر الاهالي على دخول الاعلام، عم بدخول. لا لا بده يطلع هون قدام العالم كله والاعلام، ما خبرنا عن الموضوع اكثر من هيك مشي. او اذا انا نفوت لعنده بفوت الاعلام كله معنا. حبيبتي هون بالنسبه لنا كلام الليل يمحوه النهار. طيبين حكي هل بعد ناقصنا؟ يطلع الاعلام. شو رح يصير؟ شو قررتوا؟ شو قررتوا؟ شو قررتوا؟ هن القرار عندهم، التشكيلات القضائية لازم تنبط ونخلص منها، وحاج كل سياسي شد اللحاف له، عيب عليهم يدخلوا دم ضحايانا بتجاذباتهم السياسية، يوقفوا. هلا حتفوتوا تقابلوه ولا حتنزلوا؟ أنا مش حفوت، مش بيطير محل، عليه هو يطلع ويخبر على الإعلام، ما بدنا نسمع حكي ولا بدنا حدا يبيعنا
حكي، بدنا يطلع الاعلام ويخبر الشعب اللبناني كله مش بس عائلة ضحايا انه هو تراجع عن القرار وبده يمتع التشكيلات القضائيه وبس. فإذا سمعنا لمطلب الأهالي، يبدو بأنهم رفضوا الاقتراح بدخول 5 أشخاص للقاء الوزير، هم يصرون على أن يكون الإعلام إلى جانبهم. يعني المكان ضيق جدا، تم استبداء عناصر لأمن الدولة، عناصر كبيرة لأمن الدولة بتفوق أعداد الأهالي، يعني ممكن يكون محاولة للاختناق. فإذا عم نشوف كيف أعداد الأثناء بيكون هناك تصريح لوزير العدل بيقول بأنه بعد ما اتفقوا على اسم بديل أو رديف للقاضي طارق البيطار. ما فيش اسمه رديف، ما فيش اسمه رديف، كل شيء عم يعملوه تيلاقوا حدا بديل للقاضي البيطار، عم يضحكوا علينا وعلى آلام الشعب اللبناني. وبعدين الرديف بفتكر هيدي الشغلة بدنا قانونية. معنا شغل طيب شوف عم يرفضوا الاهالي بتسميه القاضي الجديد في القاضي الرديف، اللي بيقولوا انه هو هي محاوله ليكون قاضي بديل، لانه منا قانوني اليوم بان يكون في قاضيين في قضيه او ملف واحد. نحن بدنا توصلوا رسالتنا من هون. نحن
انتوا واقفين هون بدون نتيجه، صرتوا بدكم تحتكوا فينا. لا لا انتوا عم تعطوا الاوامر فينا. انا شايفك ما انت بعيونك عم تعطي الاوامر. انا بدي الاوامر ما يتعاطوا مع حدا. الشباب تبعك كان عم يتعاطوا. لا 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 كيف الوضع عم بيكون؟ ايضا امن الدوله عم تحاول بانه تحاصر الاهالي لحتى الاختناق. من حامل اختناق لحتى الاختناق. انا مولده شو انت على الطريقه حكيمه قبل ما تتعلم.
نهاش مستمر. وصلنا معكم مباشرة على الهواء عم نسمع. استنفدت هيدي مجلس القضاء الاعلى وافق في قاضي واحد من وين جابها بعينه قاضي قضاة اثنين. نحن بدنا العداله عليهم وعلينا. اخواتنا مش حشرات وماتوا. نحن مش عم نشتغل سياسه. نحن ما بننتمي لحدا. ايه ما انتم شو رايك كمان بموضوع انكم عم تشتغلوا سياسه؟ قضاء يعني شيء بضحك يعني شيء بضحك. في مساله واحد كذاب وقتها هو وزير هو الوزير ما غيره. وطرحنا لعنده على عنده على المكتب على المكتب بالوزارة العدل كان حديثه غير هيك كليا. هلا وقت اجى اتصال من السياسي اللي هو تابع له يعني هو رئيس الجمهوريه صار بده ينفذ اجراءات السياسه اللي هو تابع له. من هيك بقول له انت اللي عم تشتغل سياسه مش انا اللي عم اشتغل سياسه. نحن عم نطالب بدم اخواتنا. نحن خسرنا اخواتنا. نحن عم نطالب بعداله للوطن مش بس لضحايا. طيب بحال هلا لم يتجاوب الوزير وما التقى فيكم شو رايحين تعملوا؟ في حال واحد في حال واحد نحن بكره رح نساعد. نحن بكره رح نساعد. عنده يومين عنده من هون للصبح يصرح على الاعلام ويرجع عن القرار اللي عم يحكي فيه. هو كثير منيح بيعرف شو اللي عم يعمله منه قانوني. بيعرف كثير منيح انه اللي عم يعمله عم بيوصل الغلط بالقد اكثر اكثر من يوم. من انه عم يحكوا ياكم عن القضاء حتى القضاء ياخذ بصره عليكم بس تقدموا تشكيلات القضائيه وغير هيك ما بلشنا. نحن نطلب العداله. اذا عم نشوف بانه مثل ما استمعنا بانه الاهالي حيصعدوا حال في يوم غد في حال عدم التجاوب معهم في المطالب اللي بدهم اياها وهي التراجع عن تعيين قاضي ثاني. فمن غير المعقول اليوم بان يتم تعيين قاضيين لملف قاضي او ملف مرفق بينهم. وحامل زورة ابنك شو كنت عملت؟ كنت رضيت انه يمضوا هالتعيينات؟ يطلع اذا كانوا رجال يطلع ويواجهنا ويتراجع عن القرار تاعه والا كل مثل ما بيقولوا القاتل اعظم. يسترجي يسترجي يمضي هيدا المرسوم. الرئيس الرئيس هوريك القاضي هذا القاضي بده يعرف شغله.
انه بهالقرار عنده حلين، يا بيتراجع عن القرار يا بيفل من موقعه. نحن كمحامين كل العدلية تفجرت من وراء هالقرار، يا بياخد قرار بالتراجع عن هالقرار يا كل العدلية وزير العدل الا الوتيبي يعني بشوم على هيك حركات. ومين عرف صوت طارق البطار يعني بشوم عليه هو؟ هو تصريف اعمال ما بيحق له يا بحق هالقرار. عم نسمع رد الأهالي على تصريح وزير العدل أنري خوري بيقول فيها بأنه اليوم القصة بإيد مجلس القضاء الأعلى ومش بإيدي. منقدر ظروف أهالي ضحايا حادثة مرفأ بيروت، ولكن ليس بهذه الطريقة يتم حل الملف. ما يكذبوا بقى على العالم، عم يعني عم كلنا. اتهم اهالي الضحايا بانهم عم يشتغلوا سياسه ومن وراءهم وليس بهذه الطريقه يصلون الى حقوقهم. هيدي التصريحات لوزير العدل اللي حضر الى منزله. الاهالي حاولوا اقتحام منزله، هم يريدون لقائه والطلب منه طبعا هذا القرار. هناك لا تزال محاولات من قبل الاهالي للدخول ولقاء وزير العدل بعد ما معكم عم نشتغل السياسة. عم بيقول انه القصة مش عنده، عند وزير عنده ما بحق له يغير القانون. ولك شو عم يحكي؟ خليني اسال مش عنده القصة، ما بحق وزير له. الوزير قال على الهواء انه هو مش موجود ببيته. وين موجود؟ لحظة اذا انه موجود ببيته افتح الباب لنشوف اذا موجود ام لا. بس هون حاجة يكذب علينا. اول شيء كانوا عم بيقولوا لنا في خمس اشخاص يفوتوا والبقيه ينزلوا. لكن انا هون بدي اسال مين الكذاب؟ هل الوزير الكذاب ولا الشباب الموجوده هون؟ وزير كذاب فاسد، قومي كلها فاسده. بنشوف انه ايضا الاعداد الكبيره في امن الدوله عم بتكون كبيره. الاهالي ايضا يعني محاصرين، هناك ضيق في التنفس عم يشكي منه الاهالي. ايضا هناك تخوف من طبعا انقطاع الهواء اذا صح التعبير. هناك عدم قدره على التنفس لانه الحشود او الاشخاص الموجوده كثر، وهناك محاصره لهؤلاء. بعد هلا المفاوضات مستمره مع امن الدوله. حنشوف الى لشو رح توصل الامور. اخر همنا نحن بدنا العداله تمشي. شو بدهم منا؟ يغيروا القوانين ويخيطوا لهم اياها. في مطلب لقائد الجيش اليوم في احد العسكريين خيو شهيد بانفجار المرفأ. بطلب من قائد الجيش انه نحن مواجهتنا منا مع العناصر يلي هن عائلتنا، نحن مواجهتنا مع القرار الباطل يلي اخذه وزير العدل. هذا القرار بطلب من قائد الجيش يسحب العناصر الامنيه ويخليهم يرتاحوا فورا، لانه هم تعبانين والاهالي تعبانين. بكل دول العالم بكرموا اهالي الشهداء، والجيش اللبناني من اولياء الدم. نقابه المحامين، نحن المحامين من اولياء الدم. كل هالعالم، كل الشعب اللبناني، اهالي بيروت من اولياء الدم. يتفضل الوزير يقول، عم يقول منه هون وين بيته؟ وين محطوط؟ عم مصيف؟ يقول له لا اهالي الشهداء، اخذت قرار، تفضل شرحه للاهالي وتراجع عنه وابنهم. شكرا لك. اذا رامز هيدي هي الاجواء. اي تكريم هيدا؟ نحن اهالي، نحن اميات انحرمت اولادها. سيسيل شو قرر؟ شو رح تعمل؟ عم بقول انه احنا بس عم بصالح حاجه اكل هوا ما ابو ملحم دايره. احنا بدنا نتفاهم عليه.
هذا المفروض كله لك رجوعا على الوزير منه ما هي وين تيجي انا من هون من هون لك يا عم حيكون سيتمكن بكره على الساعه 7 الصبح في بكره على الساعه 7 الصبح في تحرك قدام قصر العدل ومش بس اهالي الضحايا رح ينتفضوا كل المحامين وكثار حتى يمكن القضاة رح ينتفضوا اوكي هذا قرار فجر العدليه يا بتراجع عنه الوزير العدل يا يفل يا بده يفل دي صوت بيروت قطش إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال عذرا لتقطع الانترنت لبعض الثواني نحن هذه هي الأجواء من أمام منزل وزير العدل